انطلقت الليلة أولى سلسلة الحفلات التي استحدثتها دار الأوبرا المصرية لأعمال مؤلفي الموسيقى التصويرية والدرامية في أعمال الموسيقار خالد حماد، وذلك على المسرح الكبير. يتضمن البرنامج نخبة من مؤلفات حماد البارزة والتي تم توظيفها في أعمال درامية. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري أحمد الحسيني. أحمد، هل لك أن تصف لنا المشهد والأجواء عندك؟ ريهام ونهى، تحية لكم بالفعل. أحييكم من دار الأوبرا المصرية من المسرح الكبير، حيث انطلاق أولى الحفلات للموسيقى التصويرية، مؤلفي الموسيقى التصويرية، التي انطلقت اليوم في دار الأوبرا المصرية. هذا الحفل الذي يقام للمؤلف الموسيقي والفنان خالد حماد بمصاحبة المطربتين مروة ناجي وريهام عبد الحكيم ومايسترو أيضا ناير ناجي. نتحدث عن إقبال كبير جدا من الجمهور الذي جاء خصيصا إلى دار الأوبرا المصرية لمشاهدة هذا الحفل الرائع. نتحدث أيضا عن نفاذ التذاكر هذا الحفل منذ انطلاقه في خلال أو في غضون يومين فقط. نتحدث عن إقبال كبير جدا من الجمهور المتعطش لهذا النوع من الموسيقى الجميلة التي ارتبط بها الجمهور بذكريات جميلة جدا. الموسيقى التصويرية هي ركن أساسي من أي عمل فني، وبالتالي هي مرتبطة في أذهان الجميع. في البداية دعيني أتحدث عن هذا الحفل الذي بدأ في تمام 8 مساء على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية. منذ اللحظة الأولى التي ظهر فيها الفنان خالد حماد، الجمهور دخل في نوبة من التصفيق الحاد التي عبر فيها عن تعطشه لهذا النوع من الموسيقى التصويرية الجميلة. وبالفعل بدأ الفنان خالد حماد بعزف مجموعة من أشهر مقطوعاته الموسيقية والتي تعبر أيضا عن أعماله الموسيقية والموسيقى التصويرية في عدد من الأعمال السينمائية والفنية وأيضا المسلسلات الدرامية. فبالتالي دار الأوبرا المصرية أعلنت عن عدد من الحفلات، بدأت الليلة بحفل خالد حماد، وتنطلق أيضا حفلات أخرى لمجموعة من مؤلفي الموسيقى التصويرية في الأيام المقبلة، سوف تعلن عنها دار الأوبرا المصرية في وقت لاحق. نحن الآن في استراحة قصيرة، يستكمل بعدها الفنان خالد حماد موسيقى التصويرية وسط أقبال كبير من الجمهور. إليكم زملائي في الاستوديو مرة أخرى. أشكرك شكرا جزيلا أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري على هذه المشاركة، شكرا جزيلا لك.